ناسي السيسي. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. وسعولها شويه طيب. وسعولها. اتكلم. هي اللي عملتها امبارح يا استاذ احمد. تعالي اتفضلي معايا. بس عندهم وطنيه زيهم زي الاولاد اللي طالعين في مصر كاتبين لهم منورت يا سيسي وكاتبين تحيا مصر هم اللي عاملينها بنفسهم بس احنا نفسنا نشوف السيسي يعني جاد عشان نرجع نعيش في مصر فعلا يعني ما هو بدا اهو هترجعوا ان شاء الله ربنا ربنا معاه ان شاء الله ونشوف حاجات اهلا استاذ محمد اهو استاذ محمد منور الدنيا كلها عندي استاذ احمد بس بنقول له ربنا معاك وعلى الارهاب وعايزين نشوف مصر احسن عشان نرجع نعيش فيها واحنا على قد ما مبسوطين ان احنا عايشين هنا على قد ما هنبقى مبسوطين اكتر ان احنا نعيش مع اهلنا وسط ناسنا في مصر هي بلدنا الاولى والثانيه والاخيره محمد ابو الامين بصفه خاصه ان تكون فرصه ان احنا نشكر سياده الرئيس على المجهود اللي بيعمله في مصر مجهود كبير ما تعودناش عليه من 30 سنه يعني نضاف يعني احنا طالعين من 30 سنه عجاب تحيا مصر تحيا مصر يعني اكثر منطقه في مصر وهي منطقه سينا نضافها خالد عايزين يبوظ خالد